الثلث فرضا والباقي ردا. ما معنى الرد يا مولانا احنا؟ ما معنى الرد؟ الرد والعول متناقضين، يعني المسألة قد تكون صحيحة وقد تكون عائلة وقد تكون مسألة رد فيها رد. الرد خلاف العول. الرد هو إيه؟ أن تكون أسهم المسألة أكثر من أنصبة الورثة. يعني مثلا لو فرضنا أنه المسألة فيها أم وأخت شقيقة مثلا، وما فيش ورثة إلا هؤلاء، الأم لها الثلث والأخت الشقيقة لها النصف، بقي سدس، هذا السدس يوزع على مين؟ يرد على الأم وعلى الأخت الشقيقة. تمام؟ يبقى أسهم المسألة أصبحت أكثر من أنصباء الورثة. يبقى أنا عندي تركة كبيرة وهذه التركة الورثة فيها قليلين، مش معنى كبير يعني تركة مليئة بالأموال، لا، يعني تركة أسهمها كتير ولكن عدد أسهم الورثة أقل من الواحد الصحيح. في الحالة دي ما بقي بعد أسهم الورثة يرد على هؤلاء الإيه؟ الورثة. دي فكرة الرد. طب والعول؟ العول خلاف الرد، إنه يكون أسهم المسألة أقل من أسهم أنصباء الورثة، فيكون عدد أسهم الورثة أكثر من الواحد الصحيح. طب نضرب له مثال، لو مثلا توفي عن أختين شقيقتين وزوج، توفيت عن أختين شقيقتين وزوج، الزوج له النصف والأختين الشقيقتين لهما الثلثين، يبقى مجموع المسألة أكثر من الواحد الصحيح لأن المسألة عالت بسدس. أيوة تمام. العول هنا بنعمل إيه بقى؟ بنقسم التركة على الورثة بأسهم أقل حتى لا يزيد المجموع عن واحد صحيح، فنقول أن المسألة أصلها من ستة مثلا وعالت إلى سبعة، السهم الزيادة التي عالت به المسألة هذا بيعتبر نقص في نصيب كل الورثة من الناحية الفعلية، وهذا النقص يقسم على الجميع بطريقة اسمها طريقة العول. يبقى الرد خلاف الإيه؟ العول. خلاف العول. نعم. طيب هل يمكن أن يكتب الابن وصية بكل التركة لأمه؟ في الحالة دي هنلجأ إلى أو سنرجع إلى أحكام الوصية. في العموميات نحن قلنا أن للوارث أن يوصي للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة على ما ذهب إليه القانون المصري. تمام؟ طيب هذا هو في هذه المسألة كتب كل التركة إلى أمه، وأمه هذه من أحد الورثة. تمام؟ يبقى هنعمل إيه؟ هنقول أن هذه الوصية جائزة ولكن في حدود ثلث التركة فقط. طيب وما زاد على الثلث؟ وما زاد على الثلث يكون خاضعا لإرادة الإيه؟ الورثة. إذا وافقوا على تنفيذ هذه الوصية بكل ما جاء بها فلا مانع، لأن هذا حقهم. أما إذا لم يجيزوها إلا في ثلث التركة فتكون جائزة في الثلث والباقي يرد إلى الورثة. طيب لو فرضنا بقى أنه الراجل اللي توفى ده مثلا كان عنده ولدين وأم وكتب كل ثروته الأم، فجي واحد من الولدين وافق والثاني لم يوافق، نعمل إيه؟ في هذه الحالة إنما نأخذ إجازة من أجاز ونأخذ نصيبه ونعطيه لهذه الأم، والذي لم يجيز يرد نصيبه إيه؟ إليه.